يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لشراء وبيع أسهم الشركات التي أصلها حلال لكنها تتعامل بالربا 10% أو 15%، فهي شركات أصل معاملتها جائز ولكنها تدخل الفوائد في معاملاتها، فهل ترون لنا شراء هذه الأسهم من هذه الشركات والمتاجرة فيها؟ لا نرى هذا، ما يكفي أن الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لكن دخل عليها الحرام وتغيرت بعد أن اشتغلت بالفوائد الربوية، تغير حكمها، فلا تشتريها ولا تبيعها، بع بالسلع الواضحة التي ليس فيها ربا. رح يا أخي سوق الغنم وبع وشر أو الإبل أو الأقمشة أو الأطعمة، وتجد ولله الحمد السلع اللي ما فيها إشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس أو السيارات أو الآليات. نعم.